سيادتك سماح، يلا بتزعل سيادتك سماح اخر مره. يلا ما عندكش نخوه، ما عندكش نخوه. عامل لي فيها راجل وهو اول واحد بيكشف سترنا. انا عزومه مختار بيه، صدقني ده انا قطه مغمضه. نعم يا اخويا انت قطه، امال الفرق بقى ايه؟ الله يسامحك يا ست سماح، الله يسامحك. وعموما اللي هيؤمر بيه مختار باشا انا راضي بيه. خلاص اخر مره تزعل سيادتك سماح، فاهم؟ هو انت هتسيبه في المدبغه بعد اللي هببه؟ ما هو قدامك اهو بيقولوا انه ما عملهاش. قالوا للحرام يحلف. وبعدين هو انا حد قايل لي؟ ده انا شايفاه بعينيا دول اللي هياكلهم الدود. خلاص يا سماح بقى، المسامح كريم، يمكن كتوزت شيطان وراحت لحالها. وانش عرفني شيطانه هيوزوا على ايه المره الجايه؟ نصبر عليه، ما انت عارفه برضو انه ده واد من رجالتي وما يصحش ارميه في الشارع ما يهونش عليا. انت المفروض تستعر منه وتطرده لانه محسوب عليك راجل وهو خسيس. خلاص بقى اخر مره، قوم اقعد قدام الكل اهو، لو زعلت ستك سماح تاني هرميك بره وملكش راجعه، فاهم يا واد؟ فاهم يا معلم، فاهم. حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم والمفتري. شوف الخسيس بيمثل ازاي. قلت لك خلاص بقى يا سماح، يلا هات غور من هنا، يلا يلا غور من وش السعادي. امرك يا معلم، يا نصر الغلابه والمظلومين. يلا يا ابني من هنا، يلا يا بنت، كل واحد على شغله، يلا. كده برضه يا مختار، انا اللي جايباك عشان تاخد لي حقي، تقوم تنصره عليا؟ انصر مين؟ ايش جاب لي جاب؟ انت هتنزلي راسك راس عيل جربان زي ده؟ ولما انت عارف انه جربان متمسك بيه ليه؟ يا سماح بينفعني او ادي بقى ليه عوزه؟ يعني انت هتعوز ايه من واحد جعر زي ده؟ يا سماح الدنيا ياما بترمي على الواحد بلاوي سودا ما يحلهاش غير واد جربان زي ده. وبعدين تعالي هنا بقى، انت نازله الشغل عشان تحلي مشكله ولا تعملي مشكله مع اللي رايح واللي جاي؟ انا برضه ليه؟ شايفني مجنونه؟ بالعكس، ده انت اعقل العقلات يا ست الستات والبنات، بس ما ينفعش تشغلي نفسك بتفاهات زي دي. يعني انت شايف كده؟ طبعا الشغل اهم، بس دي اخر فرصه، ولو عمل مصيبه تانيه تبقى انت المسؤول قدامي. اذا كان كده ماشي، تعالي بقى جوه عشان عايزك في كلمتين في التكييف. يلا اتفضلي يا ست البنات. خير يا سي مختار؟ شو لحظه يا بنت كده ان انت مشغوله عني من ساعه ما نزلت الشغل في المدبغه؟ لا عاش ولا كان اللي يشغلني عنك يا سي مختار، ده انا كلي ليك. كلامه بس، مفيش عمل. امرني وانت تشوف. يا بنت وحشتيني وحشتيني، نفسي اقضي كده ليله من ليالي زمان. ولا انا ما وحشتكيش بقى؟ فشر، ده انت وحشني على طول، ده انت بتوحشني وانت معايا وحياه ربنا. طيب اعملي حسابك بقى الليله دي نسهر مع بعض في اوضتنا. غالي والطلب رخيص. طب وليلي تحب تتعشى ايه عشان اوصيهم يجيبوه؟ اي حاجه، كل اللي يجيبه ربنا كويس. طب ايه رايك في اكله كوارع من اللي ترم العظم وتقوت الجته؟ يا سلام، دي نورت الاكلات وكلها حلويات. ده انت اللي حلويات يا عسل العسلات. اوعى كده يا سي مختار، احسن حد يشوفنا عيب. ما يشوفنا، احنا بنسرق؟ ده انت مراتي بشرع ربنا. تعالي بس.